يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى والمصابين ورعايا الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية، حيث شهد المعبر اليوم دخول أكثر من 200 شاحنة متجهة لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لدخولهما لقطاع غزة. كما شهد المعبر اليوم دخول عدد من شاحنات الوقود إضافة لاستقبال الوفود الأممية المختلفة. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من أمام المعبر. محمود، بعد التحية، بيواصل طبعا المعبر فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية، ما الجديد لديك اليوم وخاصة في ظل تكثيف دخول المساعدات؟ بعد التحية، ربما الجديد والنقطة الأبرز التي ينتظرها معبر رفح هي زيارة الوزيرة الهولندية سيجريت كاج منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لقطاع غزة، التي ستأتي إلى هذا المعبر غدا الأربعاء لتفقد الشاحنات الموجودة هنا في معبر رفح، حيث تجهيز واستقبال المساعدات وأيضا وجود بعض المساعدات التي يمنعها الجانب الإسرائيلي، وعادة من الشاحنات التي تدخل للتفتيش لتعنت الجانب الإسرائيلي بدخول هذه المساعدات، وهي المساعدات الخاصة بالطاقة. بالطبع سيتم إطلاعها على كل الجهود الموجودة في هذا المخزن، ثم ستأتي إلى معبر رفح دخولا لقطاع غزة. وهذه هي الزيارة الهامة والمرتقبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بدخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات، لأنه كما تعلمون هناك عدد كبير من الشاحنات المصطفى أمام معبر رفح وأيضا في مدينة العريش، ولكن العدد الذي يسمح الجانب الإسرائيلي بدخوله لا يكفي ولا يلبي احتياجات أهالي قطاع غزة. فبالتأكيد ستكون زيارة هامة غدا. وهنا نقطة أيضا أكد عليها السفير سامح شكري فيما يتعلق بدعم المنسقة لشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة في تنفيذ مهامها ودعمها أيضا لتنفيذ قرار مجلس الأمن. وهنا نقطة أن كل الجهات هنا في محافظة شمال سيناء تسمح لكل الوفود وتقوم بتسهيل المهام المختلفة لهم لدخولهم لدعم الأشقاء الفلسطينيين على الأقل بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. اليوم أيضا تابعنا من خلال وجودنا في معبر رفح دخول وفد من الصليب الأحمر يتكون من 11 شخصا دخل إلى قطاع غزة، بالتأكيد له المهام الذي يقوم بها داخل قطاع غزة، وأيضا استمرار دخول الشاحنات والمساعدات الإنسانية. نتحدث عن أنه منذ صباح هذا اليوم نتحدث عن 119 شاحنة دخلوا إلى منفذ كرم أبو سالم، ثم 93 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات تتجه للمنفذين الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء إجراءات التفتيش ثم الدخول إلى قطاع غزة. نتحدث أيضا عن دخول عدد من شاحنات الوقود، 6 شاحنات وقود، 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار. وهذه الشاحنات مهمة نظرا لتدهور الأوضاع والبنية التحتية والمؤسسات الصحية في قطاع غزة بسبب نقص الوقود وبالطبع استهداف هذه المؤسسات، فبالتالي يكون الحاجة لمزيد من شاحنات الوقود يكون أكبر بالنسبة لاحتياجات أهالي قطاع غزة. نتحدث أيضا على أنه على الجانب الآخر فيما يتعلق باستقبال المصابين والجرحى، حتى هذه اللحظة المعبر استقبل 22 مصابا بالإضافة إلى 43 مرافقا لهؤلاء المصابين. يتم إجراء الكشف الصحي لهم والإجراءات الصحية المختلفة، ثم يتم تحديد نوعية الإصابات وذهابهم إلى المستشفيات المخصصة لهم على حسب نوعية الإصابات، إما لمحافظة شمال سيناء أو المستشفيات الموجودة في مدن القناة والقاهرة والتي تقدر ب37 مستشفى. على الجانب الآخر أيضا استقبال الرعاية ومزدوجي الجنسية، اليوم لاحظنا يعني عدد كبير من مزدوجي الجنسية الذين خرجوا من المعبر وأيضا رعاية الدول الأجنبية، بالإضافة أيضا إلى أن المعبر اليوم استقبل عودة المدير العام لوكالة الأونروا السيد فيليب لازاريني، ولكن هو اتجه مباشرة عبر منفذ العوجة إلى إسرائيل.
ربما أيضا سيكون هناك تبعات لزيارة أخرى أو لزيارات مرتقبة، ولكن يعني بالتأكيد كل هذه الزيارات ستكون هامة، والزيارة التي ستأتي غدا على للوزيرة سيجرت كاغ بالتأكيد ستكون زيارة هامة، والجميع ينتظر ويترقب هذه الزيارة لتنفيذ مهامها بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، خاصة نحن نتحدث عن وجود عدد كبير من الشاحنات، وأيضا المجهودات المصرية مستمرة في تجهيز أكبر عدد من الشاحنات والمساعدات الإنسانية، وهذه البوابة بوابة معبر رفح لم تغلق يوما واحدا أمام دخول كل هذه الشاحنات، ولكن العدد الذي يصل إلى الجانب الفلسطيني كما تحدثنا وهو بسبب الإجراءات التعنتية من الجانب الإسرائيلي لا تكفي الاحتياجات الموجودة صحيح. هناك نقطة أخيرة أختم بها، المخيم الإغاثي الموجود في خان يونس، علمنا من أحد أيضا مصادر الهلال الأحمر المصري أن عدد الخيام تزداد يوما بعد يوم، نتحدث أن أنه تقريبا وصل إلى أكثر من 1000 خيمة بها عدد كبير من النازحين من شمال غزة، يتم تقديم كل الخدمات المختلفة لهم سواء من المواد الغذائية أو حتى المستلزمات الطبية، وكنا نتحدث عن أنه أمس هناك عدد 18 شاحنة اتجهوا بالفعل إلى المخيم الإغاثي في خان يونس لدعم كل النازحين من شمال قطاع غزة في هذا المخيم، فهذا تأكيد على أن الجهود المصرية ليست فقط في إدخال المساعدات من هنا من أمام معبر رفح، ولكن أيضا وجود أيضاً هذا المخيم، وهنا نقطة أيضا تساعد على فكرة عدم تهجير الفلسطينيين والاحتفاظ بأرضهم، فبالتالي مجهودات مصرية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، نأمل أن كل هذه الجهود يكون لها صدى كبير. وشكرا لك محمود جميل، كنت معنا من أمام معبر رفح، شكرا جزيلا لك.